الأرجنتين النهاردة كادت إنها تحط قدم خارج كأس العالم، لكن ليونيل ميسي كان له رأي آخر. لحد الدقيقة 64 جماهير الأرجنتين إيديها على قلبها. ليونيل ميسي كعادته لطش واحدة كده بلغة الكورة من خارج المنطقة، تصويبة أرضية في مرمى المكسيك، هدف أول للأرجنتين. الأمور أصبحت أكثر هدوءا والأمور بقت أحسن. إنزو فرنانديز اللاعب الرائع جدا، اللاعب الشاب للمنتخب الأرجنتيني، سجل الهدف الثاني في الدقيقة 87 بواحدة أرتو كده حلوة من الأهداف اللاتينية اللطيفة. والنهاردة كان في جمهور كتير قوي للأرجنتين سواء في المدرجات أو في منطقة المشجعين الفانزون، زي ما أنتم شايفين أهو جماهير الأرجنتينية وصلت بكثافة جدا. زي ما أنتم شايفين الاحتفالات مع الهدف الأول، هدف ليونيل ميسي، فرحة كبيرة جدا. الأرجنتين النهاردة لو اتعادلت أو خسرت كان هيبقى موقفها اتأزم جدا. كانت الأمور هتبقى صعبة جدا على المنتخب الأرجنتيني. زي ما أنتم شايفين أنت بتتكلم في أعلى حضور جماهيري ضمن مباريات كأس العالم. أنت بتتكلم النهاردة أكثر من 88 ألف مشجع، معظمهم كانوا أرجنتينيين. أنت متخيل أن الاستاد أعلى حضور جماهيري في هذه البطولة، في هذه المباراة، مباراة الأرجنتين والمكسيك. خد بالك أن المكسيك كمان حضورها الجماهيري كبير جدا، مش بس جماهير الأرجنتين، عشان المكسيك معتادة أنها تذهب بعدد كبير من الجماهير في كل البطولات. فأنت بتتكلم أنها طبيعي معجب الأرجنتين والمكسيك هيبقى أعلى حضور جماهيري في البطولة حتى الآن، 88 ألف مشجع واكتر شويتين، والباقي كانوا موجودين في الفانزون اهو، منطقه المشجعين في قطر. طبعا الارجنتينيين او اللاتينيين احتفالات وهيصه وتشجيع طول الوقت. وطبعا انت لو سمعت بس اغاني الارجنتين هي معظمها كلها يعني تشجيع للارجنتين وشتيمه في البرازيل، ده العادي يعني. التنافس بين الارجنتين والبرازيل دايما ديربيات في امريكا اللاتينيه، فدايما الاغاني بتاعتهم كده يعني. المكسيكيين طبعا تشجيعهم رائع كمان زي الارجنتينيين بالظبط. اللاتينيين عامه واللي موجودين في امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه تشجيعهم بيبقى رائع جدا وحماس شديد جدا. تتكلم انه جماهير ارجنتينيه، جماهير مكسيكيه، جماهير تونسيه، انا بكلمك على الجماهير اللي عندهم اعداد كبيره في قطر. خد بالك انه بعيد كمان عن الجماهير العربيه، هتلاقي انه الجماهير اللاتينيه جايين من اخر الدنيا، من امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، هتلاقي عددهم كبير جدا في قطر. خد بالك انه ده بيحصل في كل بطوله عالم، مش بس البطوله ديت، انه الناس تبقى عايزه تشوف منتخبها. بطوله كل اربع سنين اسف الله اخر الدنيا حرفيا يعني. الجماهير اللاتينيه تحديدا ما بيهزروش في الحاجات ديت، ورا منتخب بلادهم في اي مكان في الدنيا حاجه وصوره رائعه جدا، وبتلاقيهم جايين باعداد بالافات مؤلفه. ده المشهد النهارده والجماهير داخله مدرجات. وهفضل مره الف وشيد بحاجه مهمه جدا، انه مفيش اي حوادث شغب، حالات شغب، ازمات جماهيريه. دي نقطه لازم تعلم عليها الف علامه صح، عشان مفيش يا مؤمن من ساعه ما وعيت على الكوره بطوله عالميه الا لما يحصل فيها مناوشات في اي مكان في العالم. كون ان البطوله دي حتى هذه اللحظه ما يبقاش فيها اي مناوشات جماهيريه، تبقى الامور ماشيه بشكل كويس جدا، ويا رب تكمل على كده، يا رب تكمل على كده وتفضل لاخر البطوله كده، ناس تروح تنبسط وتتفرج وتبقى مبسوطه بالاجواء وتتفرج على منتخب او منتخبات بلادها دون اي ازمات او مشاكل.